السلام عليكم. جروب English for Scholarships وجروب Sudanese Researchers Initiative. أنا سارة سيد أحمد، والفيديو ده تكملة للسلسلة بتاعت الآيلز. الليلة حنتكلم عن Speaking Session في الآيلز، وحنشرح كيف الناس ممكن تزيد من المعدل بتاعها ومن الـ Overall Score. زي ما متعودين بنستنى شوية في الأول لحد ما الناس تخش ولحد ما يعملوا شير لللينك، وبعد ذاك نبدأ الشرح. شايفة في ناس دخلوا، إذا ممكن زول يكتب لي كومنت just to make sure everything is fine، وبعد ذاك ممكن نبدأ طوالي. وعليكم السلام يا هند، أول الحضور يا هند. طيب كله تمام، لكن بس حنستنى شوية يا هند لحد ما a few more people log in، وبعد ذاك we can start، عشان احنا في اللايفز اللي فاتت كل الناس بتجي شوية دقايق متأخرة ويضطروني أعيد من الأول. Thank you, Malaz. I'm glad it's useful, and I'm glad that you're able to understand. يعني الشرح بتاعي ما يعني ما بيقلك صعب إن شاء الله الامتحان. الليلة حنتكلم عن speaking. Speaking دائما بيكون هو آخر امتحان في ال usually بيكون آخر امتحان. في ناس في سنترز بيمتحنوه قبل باقي الامتحانات، لكن طبيعي بيكون آخر امتحان، وبيكون يا إما بعد 3 4 ساعات من باقي الامتحانات من الريدنج والرايتنج والليسننج، أو بيكون في يوم تاني تماما. يعني ممكن يوم تمتحنوا كل حاجة مع بعض يوم خميس، وسبيكينج يكون يوم الخميس اللي بعده، أسبوع فريق 3 4 أيام حاجة زي دي. وعليكم السلام يا سارة. طيب شايف الناس دخلت a few more people، فممكن نبدأ. وكالعادة إذا الناس حتخش بعدين ممكن يحضروا التسجيل later on. يلا نشوف ال speaking هو عبارة عن شنو. speaking للأكاديميك والجنرال الاثنين نفس الحاجة، ما في فريق طال، نفس طريقة الأسئلة ونفس طريقة الماركينج، نفس طريقة التصحيح بتاع الإكزامينر، هو نفس الطريقة بتاعت ال هي نفس طريقة الأكاديميك والجنرال. أهلا يا إبراهيم، قبل شوية تذكرتك قلت إبراهيم الغريبة، I think امبارح ما دخلت اللايف، but I'm glad people could make it الليلة، شايف الناس داخلين زيادة. أوكي let's start. السبيكينج ما طويل الشرح بتاعه، لأنه غير عن البقية السبيكينج الدور الأكبر عليك أنت. يعني هناك بتفهم التكنيك، بتفهم التيبس في باقي الامتحانات، باقي الريدنج والليسننج والرايتنج. لازم تعرف الطريقة وتعرف التكنيك اللي ممكن ترفع بيها والسكور، لكن speaking الدور عليك انت كامل. السؤال بيدوه لك، بيديك لك الاكزامينر، وانت الباقي انت وشطارتك كيف تبهره باللغة بتاعتك عشان يديك سكور احسن. طيب نشوف ال speaking عبارة عن 3 أجزاء، part 1 و part 2 و part 3. الوقت الكامل للامتحان هو بين 11 ل 14 دقيقة. فرق الدقائق لأنه أحيانا بيكون يتكلم زول أسرع شوية أو يتكلم زول أبطأ شوية، لكن ما بيفوت ال 14 دقيقة الامتحان. أهم حاجة في السبيكينج يا جماعة أنكم الواحد يكون واثق من نفسه، لأنه ثقتك بتخليك شوية مرتاح في الكلام. الزول ما يتوتر أول ما تخشوا القاعة مع الإكزامينر والغرفة حيسجلوا فيها الامتحان، الموضوع كله مسجل، فأي تمتمة أو كده بتخليك أنت متوتر هو ما حيفرق. يعني الماركينج بتاع الامتحان بعد شوية حنشوف ما بيفرق أنت منو، أنت لابس شنو، أنت سكتت شوية pauses، تلخبطت شوية في الكلام لكن صلحت نفسك، كل الحاجات دي ما بتفرق. صح هو مسجل، لكن هم عليهم بس بالفلونسي بتاعتك. نجي نشوف أول سلايد اللي حنتكلم عنه عن شنو.
كيف الماركينج بتاع الامتحان؟ الماركينج بتاع الامتحان بيعتمد كامل، أي درجة يدوها لك حيدوها لك على مقدرتك اللغوية فقط. ال language ability، how fluent are you؟ هل ال fluency الأربعة ديل كل واحد فيهم 25% من درجتك الكاملة. How fluent are you؟ كيف أنت بتقدر تتكلم؟ ال fluency بتاعتك كيف؟ ال vocabulary بتاعتك، الكلمات اللي أنت بتستعملها، هل أنت بتعيد في الكلمات أو لا؟ هل عندك مصطلحات بتغير كل شوية؟ زي ما احنا بعيد عليكم كل لايف انه الناس لازم تكون عندها سينونيمز، لازم تكون عارف لك كلمتين بنفس المعنى، ثلاث كلمات بنفس المعنى، تعرف تلعب بالكلمات شوية. يعني اذا قلت جملة بكلمة، ممكن في الجملة اللي بعدها ترتعيد الكلمة تستعمل كلمة تانية، تستعمل كلمة تانية بنفس المعنى. ما do not repeat yourself، do not repeat the same words. تمام؟ الجرامر بتاعكم، كيف الستراكشرنج بتاع السنتنس، هل انت بتتكلم كله مرتب، كله past tense، كله present tense او future tense، ولا بتجوط فجأة تتكلم في future، فجأة بعد شوية تتكلم في نص الجملة بالpast، او تستعمل الverb بالform غلط. في الحياة دي زي ما قلت لكم انا ما حقدر اشرح فيها كتير هنا، لانه دي بتعتمد على الزول هو لغته، واذا زول حاس ان لغته ضعيفة ما في داعي تسجل الامتحان. تسجيلك الامتحان حيضيع قروشك ساي وحيضيع وقتك. فجست امبروف في الاربع سيكشنز ديل، الفلوينسي، الفوكابلري، الجرامر، والبرونسيشن، وبعد ذاك اسجل الامتحان. يا جماعه ثانيه معلش ادوني دقيقه بس، لانه اظن في ناس ما قادرين يكتب كومنت، ترسلوا لي في الخاص. اوكي انا ما حقدر احل المشكله دي، حاسه لانه هتاخذ مننا زمان. Okay, so أهم الأربع نقاط دي 25%، فـ each one is equally important. لازم تركزوا عليهم كلهم الأربعة. تمام؟ النقاط دي لازم الزول يخدها في باله إنه مهمة جدا. هما الدرجات حيدوها لك على مقدرتك اللغوية فقط. فمعناته شنو؟ معناته لو أنت بتتكلم، أنا هشرح لكم شكل الامتحان كيف بعد شوية، لكن خدتوا في بالكم إنه لو أنت ما تميت الكلام ما بتنقص درجة عليك. انت لو سألك where do you go to school وبدأت تتكلم والوقت خلص، ما بتنقص منك ولا درجة واحدة. ليه؟ لانه هو ما الفكرة انه قدر شنو بتقول في الوقت ده، لكن الفكرة انه هل قلته ده it's good enough or no. قدر اللي بتقوله قوله كويس، لكن ما تهتم انه لازم ادخل الجواب كله في الدقيقة اللي حيديني لها او الدقيقتين. فاهمين الفكرة شنو؟ يعني اذا سألك انت بتقرأ وين، دي سهلة جوابها قصير. لكن لو سألك سؤال أحسن ذكريات عندك، أكثر ذكريات حلوة بالنسبة لك، for example what's your best memory ولا what's your favorite memory، قول واحد بدأ يجاوب إنه my favorite، let's say they ask you what's your favorite childhood memory، حاجة حصلت لك وأنت صغير و what's your favorite memory. Let's say for example someone wants to say my favorite childhood memory was when I was back in Sudan. I used to live with my grandmother and grandfather. وبدأت تتكلم عن الexperience اللي حصلت لك اللي هي الذكريات الحلوة، وقام قاطعك أو قام الوقت خلص، it doesn't matter. المهم اللي أنت قلته is good. لكن لو ما خلصت حصل شنو في بيت حبوبتك وانت صغير، that's completely fine. وصلت المعلومة دي؟ فالناس ما تحاول انا اقوم اتوتر واقوم اتكلم القصة بسرعة عشان اخلص القصة في الوقت، لا، لانه مهما كان ما حتقعد تحكي ذكرياتك في دقيقة او دقيقتين، هو وقت الاجابة دقيقة لدقيقتين، ما اكتر من كده. اتمنى تكون وضحت الصورة دي يا جماعة. اوكي تاني حاجة، في زول قال لي وصلت، فانا هاخد على كلام الزول قال لي وصلت. اذا في اي سؤال خلوه لي في الكومنتس. تاني حاجة، you are not marked on your ideas. فاذا قام سألك سؤال ما تحاول تكون در تجيب احلى افكار او حاجة مبدعة، لانه ما حتفرق في النتيجة. تحاول to be as relaxed as possible وجاوب اللي بيخطر في بالك as long as you can form a structure based on it. انا بعد شوية حديكم اكتر مواضيع، معلش يا جماعة اللي صوتي أنا منتهي، لكن حديكم أكتر مواضيع بتتسأل في السبيكينج. ليه؟ عشان زول من البيت يرتب عليها. prepare yourself، make sure إنك لما أنت خاش الامتحان عندك بشكل عام ممكن يتسأل شنو in general. هو ممكن الإكزامينر من إكزامينر يختلف، ممكن الإكزامينر ده يحاول يسألك حاجة شوية personal، أو داك ممكن يسألك حاجة بشكل عام، أو ده ممكن يسألك عن دولة معينة. لكن أنت بيكون على الأقل عندك فكرة الموضوع حيكون شنو، فأنا بكون مجهزة سؤال حتى لو بشكل عام.
تمام؟ فأفكارك أنت ما فرقت، الفكرة نفسها ما فرقت، as long as قدر الأفكار اللي قلتها قولها بطريقة كويسة، بلغة كويسة، vocabulary كويس، grammar كويس، fluency كويس، و pronunciation. pronunciation دي أنا هاخد فيها ما بعرف 20 30 40 خط، عشان الناس ال pronunciation ممكن يزور يكون كلامه كويس، لكن إذا أنت بتخلي الإكزامينر يصدع عشان يفهم كلامك، أو شوية يتنشن كده عشان يفهم الكلمة اللي أنت بتنطقها دي شنو، طوالي بنقص لك الدرجة، فخدتوها في بالكم دي. Your ideas زي ما قلنا ما بتفرق. ركزوا معايا يا جماعة. Being off topic doesn't matter. فقول سألك سؤال what is your favorite childhood memory، وقمت اتكلمت شوية وقام سرحت شوية في الكلام، سرحت عن إنه مشيت I used to live with my grandmother and my grandfather. We had a dog for example. وبدأت تشرح كلام وفجأة سرحت، قعدت تحكي لهم عن الكلب اللي كان عندك وانت صغير اسمه شنو وحاجات زي دي يعني. المهم سرحت في كلامك شوية doesn't matter. فلو حسيت نفسك سرحت ما تتوتر لأنه ما فرقت. حتى أنا كتب لكم هنا between brackets even if you are prompted، حتى لو الإكزامينر قال لك you are off topic it's fine، لأنه being off topic doesn't matter. دي حاجة أخدوها مني for sure. Being off topic does not matter. فحتى لو أنت لقيت نفسك سرحت في الكلام والإكزامينر قام قال لك you're off topic ويرجع يقول لك يعني يرجع يحاول يدخلك في الموضوع تاني، بس حاول يرجعك للموضوع، لكن ما معناته حينقص لك درجتك. تمام؟ ثالث واحدة حنشوف في السكشن الثاني من الامتحان بدوك guidelines. الguidelines ما لازم تستعملها كلها، ابدا ما لازم. يعني انا حوريكم السؤال حيكون كيف وفيه بديك تجاوب بالطريقة دي، لكن ما لازم تستعملها كلها. انا حوريكم لها بعد شوية حتشوفوها. As long as you provide a good answer. Okay. You are not marked on asking for question repetition. إذا طلبت من الإكزامينر إنه يعيد لك السؤال ما بنقصك درجة. لكن حوريكم في أتو سكشن حيعيد السؤال وفي أتو سكشن ما حيعيد السؤال. أو حيعيد السؤال مرة واحدة فقط. تمام؟ لكن لو قمت قلت له can you repeat the ولا could you please repeat the question ولا could you repeat the question please؟ ما بينقصك درجة. وأهم حاجة الناس اللي بتهتم بالحاجات السطحية في الامتحان ما فرقت how you look or what you wear، انت لو جاي لابس whatever it doesn't really matter، هو التسجيل صوتي ما فيديو، فما فرقت الحاجات دي. just to put it out there. حسين بيقول what about yes or no؟ طبعا أنا حوريكم yes or no بعد شوية، لكن of course you cannot. هو بديك وقت، بديك دقيقتين انت تقول yes، حتقولها يعني كم يعني هتاخد منك 5 ثواني والباقي هتقول شنو. You cannot answer a question by yes or no unless في الانترودكشن فقط. وبرضو كمان في الانترودكشن إذا سألت سؤال وجوابه أيوة جاوب جملة كاملة. يعني هل عندك أخوان؟ أيوة عندي أخوان، لكن ما تقول أيوة. تمام؟ try to show them that you can finish the sentence. okay. طيب نجي نشوف يا تو أجزاء ممكن نسأل الإكزامينر ويا تو أجزاء ما ممكن نسأل الإكزامينر، أو ممكن نسأله يعني ما حيرد علينا، أو حي يعني he'll just look at you إنه نظام أنتوا المفروض تكون عارف الguidelines. نجي نشوف في ال part one. part one هو الintroduction. في الintroduction حيكون يعني طبيعي الintroduction. أنا ما أعرف إذا من الناس الحاضرين حسي ناس already امتحنوا قبل كده، لكن للناس اللي ما حاضرين طيب أقول لكم الامتحان بيكون شكله شنو. الامتحان أنت بتخش قاعة بيسلم عليك الإكزامينر، من ما أنت تخش على طول بيفتح التسجيل، يعني السلام والجريتينج واسمك وده كله بيكون مسجل في التسجيل. فبيقوم يشغل المسجل قدامك start recording، بعدين يقول لك I am فلان الفلاني، بيديك اسمه أو بعد ذاك يقول لك can you introduce yourself. وفي الأول يقوم في ناس إكزامينرز بيدوك اسمك، يعني يقول لك أنا سارة سيد أحمد، بيقول لي سارة سيد أحمد can you please tell us about yourself. ده الجزء الأول واللي هو الانترودكشن. الانترودكشن ممكن تطلب منه إنه يعيد لك السؤال، وهو يعني preferably لو أنت يعني على قد ما تقدر ما تطلب إنه يعيد لك السؤال إذا ما حاجة شديد في الانترودكشن، لأنه الانترودكشن حاجة مفروض تكون يعني أسئلة عنك أنت، فما في حاجة صعبة ديك اللي تحوجك إنك تطلب تعيد إعادة السؤال. تمام؟ بعد ذاك نجي نشوف ممكن تسألك كيف، تقول could you repeat that please.
أو could you please repeat the question، حاجة زي دي. حسي بعد شوية حنشوف الامتحان شكله كيف، وحنعرف في الانترودكشن بيتقال شنو، في البارت 2 بيتقال شنو، وبارت 3 يتقال شنو. في الانترودكشن لو طلبت إعادة السؤال بيعيدوا لك مرة واحدة، لكن ما بيشرح. يعني لو قلت له، لو سألك for example what is your name، وانت قلت له could you repeat that، هيقول لك what is your name بنفس الصياغة بنفس كل حاجة، ما هيعيد لك، ما هيعيد صياغة السؤال ولا هيشرح الكلمة شنو القالة. وصلتكم الفكرة يا جماعة؟ في الانترودكشن لو سألت إعادة، طلبت إعادة السؤال، هيعيد السؤال بنفس الصياغة. فانت يعني اذا ما محتاجه شديد ما تقولها، ليه؟ لانه في السؤال هنا في الثالث اصعب شويه، الثالث ده شويه تشالنجينج، وبرضه الثاني، لكن الثاني ممنوع فيه الاسئله. الثالث لو بيجي لكم صعب شويه ممكن تطلبوا، وممكن تكسبكم وقت عشان لحد ما يرد. فخلوا الكريت بتاع ممكن تعيد ليه السؤال ده، خلوه استعملوه في بارت 3 احسن. في بارت 1 لو استعملته بعدين بتبقى شكلكم، يعني ما بيبقى الزول شكله بروفيشنال، انه بيسال في الاول ممكن تعيد ليه سؤال، وبعدين في السكشن الثالث الثاني يقول لك تعال تعيد ليه سؤال وكذا. وصلتكم الفكره؟ examiner as we said will only repeat one time and will repeat the same question، will not explain the word، will not explain the question، will not explain anything، هيعيدوا بس. exactly. نجي نشوف في بارت 2، انا هشرح لكم بارت 2 هو شنو بعد شويه، لكن نجي نشوف في بارت 2 ما بتقدر تسال اي سؤال، ما بتقدر تقول له ممكن تغير الموضوع، do not ask to change the topic، ما ممكن تقول له انا الموضوع ده ما بعرفه ممكن تغيره لي، ما ممكن تقول له do not ask متين ابدا، when should I start، when should I stop، دي كلها مضيعة وقت، وهو حيشوفك you're not professional. فهو هو براه بيقول لك you may now start، ولا بيقول لك the time has started، وبيقول لك please stop، ولا بيقول لك the time is finished، whatever it is اللي حيقوله لك. لكن في الجزء الثاني لا بتسأل لا بتعمل اي حاجة، بتاخد ورقة، هي ورقة عبارة عن ورقة فيها سؤال، بتاخد الورقة بتحاول تحلها وبتقوم تقولها له، انتهينا. السؤال الجزء الثالث you can ask to repeat the question، ممكن تطلب منه يعيد منك السؤال، او اذا هي كلمة ممكن تطلب اعادة الكلمة، واذا كلمة ما فهمتها ممكن تقول له can you please explain the word، ولا what does الword دي معناها. يعني لو قال لك كلمة repetitive for example وما فهمت المعنى، ممكن تطلب منه can you please explain the meaning of repetitive، ولا what does repetitive mean كده، يعني ممكن تجيب عليه وكده. موضوع انه ممكن تعيد السؤال ده ممكن الناس تستفيد منه عشان تفكر، لانه ما في وقت للتفكير، تمام؟ لانه في الدسكشن هو عبارة عن زي الانترفيو، انا بقول وانت بتقول، انا بقول يعني it's give and take، انا بقول جملة وهو بيقوم يرد علي وهكذا، يعني هو حوار. فاذا قام سألني سؤال انا لقيت نفسي ما عارفة اجاوبه، على طول اقول له can you please repeat the question، على بال ما هو يجاوب السؤال انا اكون فكرت سريع، اكسب لي فيها كم ثانية كده، تمام؟ ايوه حيكون في امثلة يا جماعة في النهاية عن كل حاجة، ما بس part 2، حشرح أمثلة عن ال عن part 1 و part 2 و part 3. وصلتكم الأفكار اللي قلتها لكم حسة دي؟ إذا في سؤال، لا يا سارة ما ممكن تسأليه ذاته سؤال. أنا يا سارة قبل كنت داير أكتبها في السلايد، كنت داير أكتب do not ask him about himself، لكن قلت يعني ما أظن زول حيسألني سؤال، لكن لقيتك جبتها طوال يا سارة. ما ممكن تسأليه سؤال عنه، يعني هو بيقوم يقول لك what's your how many brothers do you have، تقوم تقول له I have three brothers، وتقوم تقول له how many brothers do you have، ما تسألي هو، ما انت ما جاي تعملي هو انترفيو، فهمتي؟ لكن سؤالك ظريف يا سارة. طيب الناس اللي تأخروا ممكن يحضروا بعدين، نجي نشوف بعد ذاك part 1 هو عبارة عن شنو. part 1 هو عبارة عن introduction زي ما قلنا، بين 4 إلى 5 دقائق. معلش يا سارة لكن سؤالك ظريف والله، it's a very funny question، it's a good one، و it's good one لأنه ممكن زول يغلط يعمل الحاجة دي، ما تسألوا الإكزامينر، الإكزامينر هنا عشان يسألكم، not the other way around. نشوف الانترودكشن. أول حاجة الإكزامينر they will introduce themselves، حيقول لك أنا فلان الفلاني and I'm here to examine you on the speaking test on your IELTS exam. وبعد ذاك
حيتأكد منك انت بتكون جايب بطاقتك الشخصية او جوازك او كده، حيتأكد منك انت الفلان الفلاني اللي حيمتحن الامتحان. يا جماعة بقى حركات انه زول يمشي يمتحن ليه وبتاع دي ما فيها لا داعي، لانه طوالي بتظهر شديد يعني، ف it doesn't work. تاني واحدة you're asked general questions on some familiar topics such as home, family, work, studies and interest. ده كله عشان يتعرف عليك، يعني ممكن يسألك where do you live, do you live with your family, how many family members do you have. questions تعريفية عشان يعرفك عليك. فأنا حديكم مجموعة بتاعت أسئلة ممكن زول يدرب عليها، ما لازم إني حديكم نفس الأسئلة دي، لكن ممكن إذا أنت دربت عليها تكون more confident إنه لو جاني واحد من الأسئلة دي حقدر أجاوب. قبل واحد حسين أظن اسمه ولا زول ما بتذكر سألني إذا ممكن أجاوب yes or no. إذا جاوبت على حاجة طبعا أنا زي ما قلت لكم yes لازم تكمل صياغة تكمل الجملة، يعني لو قال لك حاجة وأنت جوابك yes تم الجملة كاملة. وبرضو في examiners بيكونوا شوية دايرين جواب للسؤال فقط. أنا سألتك how many brothers do you have تقوم تقول لهم I have three brothers، لكن let's say that yes or no question. قال لك do you have any brothers؟ تقول لهم yes I have three brothers. أحسن تم الجملة ما بس تخليه بس at yes. تمام؟ لو سألك حاجة وانت قمت قلت له yes، for example سألك حاجة انت أصلا ما عندك معلومة عنها، قال لك do you know how to cook؟ لو سألك do you know how to cook؟ هل بتعرف تطبخ؟ وانت ما بتعرف تطبخ، قمت قلت له yes، stick to yes، ما تجي في نص الكلام تغير الكلام تقول له no I don't know ما بعرف شنو. لا، إذا قلت yes حاول أمشي في الكلام على إنه yes، بالذات إذا هو موضوع أنت ما عندك عنه خلفية، ما تغير جملة إجابتك في النص معناته أنت ما فهمتها، أنت في الأول ما يعني it doesn't seem coherent، الفلوينسي بتاعتك ما بتكون تمام. تمام؟ زي ما قلت لكم هنا it's test your ability to communicate opinions and information in everyday topic. ده حاجة don't worry about it، لكن أهم شيء وصلتكم الفكرة من introduction. عبارة عن 4 لـ5 دقائق تعريفي بس عن نفسك. بعد ذاك بنمشي لل إذا وصلت يا جماعة الفكرة بس write me a comment لو سمحتوا عن الانتروداكشن. حوريكم السامبلز بعد شوية الامتحان بيكون شكله كيف ولا أنا أوكي I'll just show you a sample حسي. أوكي نجي نشوف هنا. نجي نشوف هنا ده part 1 الانترودكشن. قال لك they are highly likely to appear on your exam. الويب سايت ده ممكن اخدته لكم كالعادة، انا عارفة الناس حتسألني الويب سايت، لكن it's not the only website، في كم موقع تاني الناس ممكن تشوف منه. يلا لو جا سألنا عن about ourselves you just have to describe yourself. فدي النقطة الواحد من البيت تدرب عليها، تحفظ لك 4-5 جمل عن نفسك و just go and say it to him just the way you learned it. يعني انت همشي احفظها في البيت بطريقة حتمشي هناك تعيدها بنفس الطريقة. دي نقطة ممكن زول يكسب فيها يكسب فيها يعني شوية confidence، يعني فهمتوا؟ لانه ما في حاجة هو بيخصبكم تقولها في الجزء ده about describing yourself، انت براك بتشرح نفسك. إذا قال لك describe your family أنا حديكم الأسئلة دي حاخدتها لكم في بوست، دي الأسئلة الممكن أنتوا لو جاوبتوا عليها تكونوا جاوبتوا على السؤال، فأنتوا تدخل لها في بالكم. لو قال لكم describe your family أنتوا describe if you have a large or small family, how much time do you spend with your family, what do you like to do together, do you get along well with your family, are people in your country generally close to their families. دي أسئلة ممكن هو يسأل لك عشان يتعرف على عائلتك، فهمت الفكرة؟ فإذا زول جهز الأسئلة دي ما تحفظوها، لكن لأنه ممكن في النص يقوم يغير الكلام. يعني إذا حس إنه الزول اللي قدامي ده قاعد يقول بس كلام he's just repeating what he learned، وبس قاعد زول يعني زي ما يقول شنو زول حافظ، يعني زول جاي بس حافظ وبعيد في الكلام، أعرف إنه طوالي حيغير لكم السؤال. والإكزامينرز أصلاً مدربين على كده، مدربين إنه أعرف الزول اللي قدامي ده هل بيتكلم بثقة وعارف نفسه بيقول في شنو وبيعني the flow of the talk is good ولا زول جاي بس يسمع الكلام اللي هو حافظه، فهمتوها؟ فأنتوا الحياة دي تدربوا عليها لكن ما تحفظوها.
نجي نشوف ممكن يسألكم about your work. What do you do? What are your responsibilities? دي كلها حنزل لكم. ممكن تقول إنه for example أنا مهندسة، أقول I am an engineer, I work with كده كده، أبدأ أنا أتكلم وأديه فرقة. ممكن هو يسألني سؤال، أنا بالنسبة لي أنا كسارة أسهل لي إنه أديه شوية فرقة وإنه هو يبدأ يسألني، يعني فهمتوا؟ عشان بدل ما أنا أبدأ أتكلم ورا بعض، أحسن أقول بشكل عام أنا مهندسة وأنا شغالة في المجال الفلاني وا 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 وا، بعد ذاك اديه فرق يمكن هو دارس اني عن حاجه، تمام؟ لكن اهم شيء دونات ما تسكتوا، يعني زول لو سالت سؤال دونات بي سايلنت، دونات جاست لوك ات هيم. يعني في ناس بيقعدوا كده بيرتبكوا بيسكتوا، قول اي حاجه. الفكره ما انه يعني جاست سي ات، جاست سي وات ايفر ات از، از لونج از ات ميكس سنس اند هاز ا جود ستراكشر اوف سنتنس يور جود، تمام؟ فالمهم زي دي المواضيع education، ممكن يسألك about your education، ممكن يسألك what kind of school do you go to as a child، did you go to as a child، did you go to a co-educational school. اتذكروا إذا سألني زي سؤال زي ده، did you go to a co-educational school، واحد ما عارف معناته معناه co-educational، معناته يعني لو قلت له can you repeat the question حيعيد لكم زي ما هو، لأنه إحنا في section 1 حيقول لكم did you go to a co-educational school، حيعيد عليكم ما حي he won't explain the word، تمام؟ هنشوف بس أسئلة شوية. ده examples يعني كلها حخدتها عليكم بعدين. رضا's asking some people say it's to answer the short answers. Do you agree? Short answer with short answers. It depends. يعني don't أنت ما تبدأ بس في الانترودكشن بالذات انت try to stick to describing what he asked you for، لكن ما ترد على short answers بس to the question وخلاص، لأن الوقت بعد ذاك يعني you have to give a good 4 to 5 minutes about yourself in terms of work, education، حالات تانية. لكن ما تجاوب أجوبة صغيرة قصيرة تظهر أن أنت ما عارف تقول شنو، يعني ممكن جواب صغير قصير مرة مرتين ثلاثة، لكن باقي الكلام حاول to structure a good sentence. Jiddu saying move on. I don't know يعني what do you mean by move. أنا move on. You can always move on and quit the live يا Jiddu and come in later when you have more patience. Yes يا Malaz, practicing is the key. طيب. Muhammad Hafiz is asking, talking about yourself, we shouldn't talk about professional life. No, yeah, Muhammad, you can talk. You can talk about what you do. ممكن تعمل يعني ممكن تتكلم. It's not about only حاجة معينة. في a lot of topics that you can talk about introducing yourself. معلش يا جماعة, I need to mention this. أنا الزول قال لي move on, I blocked him. I blocked him ما عشان حاجة, بقى أنا اتكلمت كم مرة في اللايف. يا جماعة الناس مستواها ما كله نفس الحاجة. واللايف اللي أنا بعملهم ده, بعملهم ديل ما عشان ناس معينين, ما عشان الناس الشاطرة. الناس الشاطرة okay they're good, it's good for them, لكن ده للناس اللي بجد محتاجة helping with help مع الايلز. ف if you think I should move on يا جدو, you need to just quit this live. I don't appreciate الناس اللي بتكلموا كده. امبارح وامبارح برضو قلت نفس الحاجة. I don't know why people do that, لكن الناس اللي يخشوا لي يقول لي امشي امشي سريع يا جماعة, النت ما بعرف شنو, لكن I can go سريع. في ناس دارين. What about eye contact? Muhammad, eye contact is really good. If you can do it, do it. It shows confidence. It shows that you know what you're talking about. Into as much as you can, like Zulf قال قبل شوية, practice. Practice doing it with people. أو في المراية. Zulf عمل speaking في المراية. عشان يشوف قدامه شكله بيكون كيف, if you're confident ولا لا, عشان توتر. هو الموضوع موتر. أنا ما أكذب عليكم. الموضوع موتر لأنه قدامكم زول بيسجل لكم وبيكتب في الورقة قدامكم النتائج, يعني ال description عن how he's examining you, بيكتب في الورقة. فطبيعي زول حيتوتر, لكن إذا دربتوا قدام زول, أخوكم أختكم أمكم أبوكم whatever it is, ممكن زول يأخذ ثقة. صاحبك صاحبتك whatever it is. يا جماعة هاخد باقي الأجوبة بعد شوية or at the end of it, عشان شوية نمشي شوية في explanation, وبعد شوية ممكن أخذ الأجوبة الأسئلة تاني. وإذا وصلكم part 1 we can go to part 2. طيب
بارت 2 الناس اللي بيكتبوا لي عن موضوع جدو I don't know بس أنا I blocked him I don't even know how to unblock him لكن I'll deal with it later يعني ممكن هي يحضر الفيديو later anyways part 2 هو عبارة عن 3-4 دقائق الفكرة من part 2 بديكم ورقة بتاعت ورقة فيها السؤال وفيها instructions how to answer the question تمام؟ pay attention يا جماعة هسي شايف الكومنت اشتغلت كتير يعني let's just pay attention to this part وبعدين نرجع لموضوع ال whatever this المشكلة دي so part 2 بيكون عبارة عن ورقة فيها سؤال وفيها instructions about how to answer the question وبديكم معاها قلم وبعد ذاك بيقول لك your time just started ال time بتاعكم دقيقة واحدة دقيقة واحدة انت مفروض تقرأ السؤال تقرأ instructions وتجهز جوابك يعني بعد ما يخلص الوقت ما في وقت عشان تجهز جوابك الدقيقة دي عشان تجهز فيها الجواب تذكروا زي لما احنا كتبنا في الرايتنج قلنا الأسئلة دي بتساعد الزول دايما يجاوب السؤال هي ورقة الأسئلة بيكون فيها بعض الأسئلة اللي يعني بعض التيبس or guidelines to help you answer the question لكن إذا لقيت يعني for example سألك what kind of cuisines do you like to eat أنا أبدأ أشوف الانستركشنز إذا فيها الواي والوات والوير هم أوريدي مديها لي أنا ممكن أكتب الوين والهاو إذا هم مديني الهاو والوين والوير أنا ممكن أكتب الوات والواي تمام؟ يعني إذا في حاجة من ديل ما مديني لها أنا ممكن أدخلها ما لازم بس I stick to the guidelines اتذكروا إن الموضوع ده is an informal conversation it's not a formal talk دي ما حاجة أنت ماشي تعمل انترفيو بتاع وظيفة دي ونسة بينك وبين الإكزامينر It's just an informal conversation, تمام؟ بعد ما يديك الدقيقة تجهز فيها أنا بعد شوية هوريكم طريقة التجهيز في الإكزامبل اللي حناخده نشوف speak for one or two minutes You will be asked to stop if you exceed two minutes بعد ما تخلص الدقيقة بيقوم يقول لك بيسألك can you start بتوقع منك تتكلم بين دقيقة لدقيقتين إذا خلصت انت دقيقتين بيقاطعك بيقوم يقول لك your time is over لو قال لك your time is over don't worry لو ما خلصت انت لو قالوا لك في نص جملة don't worry about it it's okay ما يعني ما مشكلة انه اذا قاطعك في نص جملة المهم انك القدرة قلت كويس كل ما تتكلم يعني بعد دقيقة لدقيقة كل ما تكون دقيقة ونص دقيقة وكم ثانية كل ما تكون الوقت أكثر كل ما يكون أحسن كل ما يكون أقرب للدقيقة كل ما يكون أسوأ لأنه بيفرق إنه إذا أنت تكلمت شوية معناته أنت ما عندك لغة ما بيفتكر ما بيفهموا لك أنت ما عندك أفكار أكثر بيقولوا لك إنه ما عندك لغة لأنه ده موضوع امتحان تاع لغة ف pay attention to this speak as much as you can على قد ما تقدر اتكلم لكن يكون كلام مرتب next one دي أكثر section part 2 هي اللي بتقدر تظهر فيها مقدراتك اللغوية يعني part 3 حيكون عبارة عن نقاش يعني ما دائما الزول بيقدر يعني يوريه وأنا بقدر أتكلم أو لا و part 1 هو introduction part 2 هو أكثر جزء ممكن تتبدع فيه وتوريه أن أنا I can talk if you stop before 2 minutes اهتموا pay attention to this point if you stop before 2 minutes the remaining time is recorded as blank unless you say I finished let's say واحد أدوه موضوع وبدأ يتكلم فيه وقام خلص كلامه قلت كلام كويس موزون وأي حاجة وقمت خلصت كلامك you have to say I finished I've finished توري الإكزامينر إنك خلصتها عشان يوقف التسجيل على الوقت اللي أنت وقفت فيه ليه؟ لأنه إذا أنت سكتت هيعتبر ده وقت سكوت هيعتبر أنه حتى لو كلامك كان كويس لكن تكلمت لسه دقيقة وعشر ثواني باقي الوقت الخمسين ثانية دي حيكون مسجلة وقت فاضي حيكون هو ساكت مستنيك تواصل If you don't say I've finished وصلتكم يا جماعة so You have to say I've finished to make sure أنه يوقف التسجيل على الكلام اللي أنت قلته بعد ما اداك الوقت وانت تكلمت او اي حاجه بتتكلم دقيقتين بعد ذاك بيجي يسالك سؤال او سؤالين في نفس الموضوع في نفس الموضوع اللي انت تكلمت فيه بيجي يسالك سؤال سؤالين السؤال سؤالين ده هو بيكون بارت 3
يعني بعد ذاك بيبدأ يسألك، يناقشك في الكلام اللي انت قلته. فأهم شيء يا جماعة الناس تنتبه انه الكلام اللي تقولوه يكون يعني حاجة you can expand on، حاجة تقدر انت بعد ذاك توضح، يعني expand، يعني انت حاجة تقدر تشرحها أكتر. ليه؟ لأنه لما يجيك في part 3 معلش يجيك في part 3 وديك يعمل لك discussion عن part 2 وانت part 2 كنت تكلمت كلام عشوائي انت ما فاهمه ولا whatever، هتلاقي نفسك you're stuck، ما عارف تشرحه كيف. فلازم تتكلم كلام انت you're confident about، لو حتى لو you made something up. يعني انا في الـ في الـ في الجزء ده سألني اذا بحب الاكل الكوري، I remember or something، سألني about the Korean kitchen، وانا I don't even remember نوع الاكل ولا انه بيعجبني او لا. I don't even remember، انا ما اظن اصلا اكلت اكل كوري or maybe صيني، انا اكلت صيني. فما اقدر اقول له no I did not eat، في السؤال ما اقدر اقول له no I never had Korean cuisine. I made something up، خلقت قصة من راسي ووريته انه ايوه I did I tried it، وكان عيد ميلاد و I had a good time و the food was good وكده وكده وكده. I made something up، لكن I made sure انه اخليها في بالي. ليه؟ لانه لما يجيني في discussion 3 حيسألني عنه. فلما سألني عنه قام قال لي what was the food، قلت له it was chicken. المهم يعني مشيت في القصة اللي اختلقتها دي. وصلتكم الفكرة يا جماعة؟ انا ما شايف الاسئلة، لكن ممكن ناخد كم سؤال عن part 2 بعدين نواصل. هل صحيح انه في السبيكينج مرات بتكون حظوظ؟ يعني مثلا اكزامينر واحدين بيكونوا ظريفين واحدين كابين؟ بده درجات بسيطة؟ لا، الاكزامينر يا سارة، اظن سارة اكزامينر كعب ولا ظريف اسلوبه معاك، لكن العلامات والدرجات اللي بيخدها عليك هي واحدة، الطريقة بتاعت الاكزامينينج واحدة، تمام؟ يعني لو انت poor بديك poor، اذا انت good بديك good. وبعدين خدتوا في بالكم انه امتحان الايلتس اذا انت جبت فيه ضعيف وحاس نفسك انك ما بتستاهل النتيجة دي، ممكن تتواصل مع البريتش كونسل تقول لهم انه انا اتظلمت في الجزء ده. لكن ما في حاجة اسمها ظريف وكعب. انت لو واثقة من نفسك يا سارة ان you're good، حتى لو هو كعب انت جاوب على قد السؤال واعملي make sure that you, whatever you say is good. اوكي ثلاثة مرتبط باثنين exactly، ثلاثة discussion عن اللي تقال في اثنين. يا جماعة الناس اللي بيسألوني بيقولوا لي انه جده ما كان قصده، انا ما اعرف اذا قصده ولا لا. I know هو ما قصده، لكن it's not nice. انا يمكن هو اول مرة يحضر معانا ولا شيء، لكن انا كم مرة تكلمت في الموضوع ده. Part 3 مرتبط بpart 2. Part 3 is discussion of part 2. ما أظن في واحد من الأدمنز قاعد يحضر، لو كان في واحد من الأدمنز قاعد يحضر كان قلت له can you please unblock جدو، لكن معناته جدو will just have to watch this later. آخر حاجة في السكشن بتاعته دار أقول عليكم إنه لما يعني أداكم السؤال في الورقة فيها موضوع، حاول as much as you can تدخل examples من حياتك. ليه؟ لأنه لو دخلت examples من حياتك حتقدر تتكلم أكتر، لأنه example أنت عارفه already. يعني لو سألك عن حاجة for example حتى لو هي مالك علاقة بها ولا عمرك ما عملتها، حاول اختلق قصة وأدي أمثلة من حياتك. يعني قول يوم ما مشينا أنا وأصحابي للحتة الفلانية، أبدأ أحكي حاجة من واقعك أنت. ليه؟ عشان واقعك ده أنت بتكون عارفه، you know. يعني حتى لما يجي يسألك في part 3 بتقدر تشرح أكتر عن حاجة أنت already عارفها. فهمتوا قصدي؟ لما الزول يدي حاجة من واقعه أكتر يعني أسهل، لأنه ليه ممكن تبدأ تتكلم بشكل عام أو حاجة عن حياة زول تاني وتلاقي نفسك أنت ما عندك معلومات كافية عشان تسرد مدة دقيقتين كاملات. فهمتوا قصدي؟ فبي شور يعني make sure أنك you give examples from your own experience. برضو الحاجة الناس تخدها في بالها إذا أنت الكريت اللي هو مديه لك وفيه السؤال وفيه والجايدلاينز، إذا لقيت نفسك سرحت أو نسيت السؤال شنو أو داير شوية تذكير أو كده، تفتح الكريت طوالي وتقراه. يعني لو أخذت لك 10 ثواني عاينت في الكريت ورجعت جاوبتها it's completely fine. الزول ما يشيل هم إنه الكريت ده لو فتحته ولا كده حيوريونا ما عارف، it's fine. حتى لو زول صاحب اللغة أصلا ولغته الأساسية إنجليزي ممكن ينسى، it's fine to open your card and check the question again and continue answering. تمام؟ الحاجة يا جماعة اللي تتذكروها في part 2،
لما يديكم الكرت بديكم معه قلم، القلم ليه؟ عشان انت تبدا تكتب جوابك في الدقيقه اللي ادوها لك to prepare. لما انا يدوني دقيقه to prepare اول حاجه اعمل شنو؟ انا حوريكم example of a part 2. ده IELTS speaking sample بتاع part 2. شوفوا السؤال بيكون شكله كيف. Describe a game or sport you enjoy playing. ده السؤال. ده الجايدلاينز قلت لكم عنها، بديكم 3-4 نقط بتاعت what, who, where والحاجات دي. تمام؟ دي بس جايدلاينز، ما معناتها must تستعملوها. يعني انت ممكن تتكلم، هو سألك what kind of game do you enjoy, what kind of sport it is. Let's say انا بحب الفوتبول، انا على طول القلم الدولي عشان شنو؟ عشان اكتب هنا اجوبه قصيره عشان اقدر اشرحها لما اتكلم. اقوم اكتب له what kind of sport it is، اكتب فوتبول. Who you play it with، اكتب my brothers and cousins ولا friends ولا whatever. اكتب هنا اجوبه قصيره. Where you play it، اكتب ما بعرف، المهم تسمو اسم نادي ولا whatever it is. And explain why I enjoy playing it. هنا ابدا اكتب نقاط، يعني زي ما بقول شنو تذكرني ليه، لانه زي ما قلت لكم الكريت ده ممكن تعانوا له كل شويه، فكل ما كل شويه لما تشوفوا الاجوبه اللي انتم كتبتوها هنا حتسهل لكم انكم تسردوا باقي الجواب. وصلتكم الفكره؟ السؤال شكله كده بسيط جدا. السؤال بيكون هو مو حتى لو مهما كان، اذا انت او انت ما لقيت ان الموضوع انت في حياتك ما لعبت سبورت او جيم، انت ما زول لا جيمز لا سبورت، هتعمل شنو؟ ما حتقوم تاخذ الكريت وتقول له يا اكزامنر انا ما بعرف حاجه في الموضوع ده. تخترق، اخترق اي حاجه، تذكر صاحبك، تذكر اخوك بيلعب، تذكر اي حاجه، anything. يعني اذا كان السؤال ابوت جيم، اخترق اي حاجه، اكتب فيفا، اكتب ان شاء الله كوشتينا، رايت بلاينج كاردز، whatever it is. Just make sure انك you answer السؤال وما تخلوا ما تسكتوا ولا تكونوا يعني تورون انه I don't know what it is. يعني لانه في النهايه الغرض انه توريه لغتك بغض النظر الكلام حقيقي ولا لا. فوصلتكم المعلومه دي انكم تكتبوا اجوبتكم في الورقه بتاعت الاسئله في الكريت اللي اداوا لكم، اكتبوا نقاط تذكركم عشان كل شويه تعانوا لها. If I asked about unfamiliar topic, if I was asked about unfamiliar topic, can I explain that I'm not experienced such topic before? I'm going to give an information. No way. No, 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 يا طلال. Don't. شفته هو الاكزامينر ده هو ما بيعرفك. فانت اي حاجة تنجر من راسك it's fine. Do not tell him انه انا ما بعرف الحاجة دي وما بعرف I will try وبتاع. لا. ده كله في النهاية بتحسب من وقتك. فانت don't say that. بس طوالي خش في الموضوع كأنك انت عايش فيه. يا جماعة الزول يسرح بخياله، اسرحوا زي ما انتوا دايرين. الاكزامينر ده ما بعرفكم، وبعد ما تطلعوا من اوضة الامتحان دي ما حيشوفكم تاني. You probably never meet him. يعني في حياتكم ما حتقابله، فما حيعرف القصة دي حقيقية ولا لا. Don't worry about that. لكن بس ما تسكتوا ولا تقولوا أنا ما بعرف الموضوع ده. تمام؟ بالضبط كده. تحاول تتذكر وتعاين للكريت. لو نسيت حاجة عاين للكريت. أنا part 2 ده عملت فيه سلايد تاني لأنه شوية حساه مهم، والناس يعني ممكن أكثر حاجة تنقص لها درجات. النقطة دي إنه speak excellently for 1.5 minutes rather than poor for 2. فأنت إذا حاس إنه أنا ممكن أجهز كلام مرتب لدقيقة ونص، أجهز كلامك مرتب لدقيقة ونص أحسن من تتكلم كلام ضعيف لدقيقتين. تمام؟ دقيقة ونص يا جماعة كويسة أحسن من دقيقتين ما كويسة. تاني واحدة لما قلت لكم given points are only guidelines, include your own ideas and example. هنا لما يجي يديك ديل البوينتس الجيفن بوينتس ديل اونلي جايدلاينز، ديل جايدلاينز فقط، ما ماست تستعملوهم كلهم وما ماست تستعملوهم هم فقط. يعني شنو اذا انا شايف الكاميرا بطلت تعمل فوكس؟ ايوه. اذا 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 زول ما يعني let's say for example explain why you enjoy playing it، دي كلها اسئله يعني ممكن تستعمل. لكن let's say هنا نشوف ده جوابه. Let's see نشوف السؤال ده. Describe someone in your family who you like. You should say how this person is related to you. What this person looks like. What kind of person he she is. And explain why you like this person. For example في ده أول حاجة شوفوا you should say. It's not a must. ما حاجة must. لكن let's see في السؤال ده انت شايف انه what this person looks like حتكون لك صعبة، حتكون لي صعبة انه اشرح الزول ده شكله شنو.
انا يعني حاسه انه انا ما حقدر اشرحها كويس، اقوم طوالي اكتب سؤال تاني براي، اكتب حاجه تانية براي، انا ادخلها، ادخل اكزامبل ليه هو بيعجبني، المهم ادخل مواضيع تانية. You don't have to stick to the same point. وصلتكم الفكره صح؟ وصلتكم الفكره؟ طيب ثانية يا جماعة، أنور is watching. أنور can you please unblock واحد اسمه جدو؟ أنا I blocked him قبل شوية، لكن can you please unblock someone called جدو if possible. I hope أنه يكون سامعني أنور. طيب direct the talk the way you wish. No order must be followed. دي كمان النقطة الناس تخليها في بالها. ممكن تبدأ تتكلم في دي وبعدين ترجع تتكلم في دي، ما في ترتيب معين، بس هما دائما لما يرسوم لك بالطريقة دي أحسن ترتيب تتكلموا به. ليه؟ لأنه الأفكار بتجي تسترسل بعد ذاك، الأفكار بتكون flowing، لكن ما مس إنك تتكلم في دي. وأسهل حاجة في part 2 إنك أنت تدير الحوار، أنت تتكلم بطريقتك أنت، ما تخلي النقاط دي تحدد لك أنت تتكلم كيف. Do not worry about concluding your talk in case you're interrupted. إذا زي ما قلنا إذا دقيقتين خلصت وهو سألني about someone I really like، زي السؤال ده someone in family you really like، وبديت أتكلم إنه this I really like my mother because كده كده، وبديت أتكلم عنها ووصلت هنا، يعني وصلت نص، وصلت رقم ثلاثة دي، أو وصلت نص الفكرة وهو قام قال لي your time is over، that's completely fine as long as الكلام اللي قلته في الدقيقتين كان كلام كويس. لكن كونه انك ما خلصت الفكرة في دقيقتين that's completely fine، ما بنقصوك درجة عليها. دي كمان معلومة الناس تاخدها في بالها، examiners for each section are different. الاكزامينر اللي بيصحح لكم يا جماعة على speaking غير عن اللي بيصحح لكم الريدنج، ولا غير عن بيصحح لكم الرايتنج. غالبا بيكون الاكزامينر بتاع الريدنج والرايتنج والليسننج نفسه، والspeaking مختلف. الفكرة دي ليه؟ لأنه ناس أحيانا بيجيك موضوع similar للجاك في الرايتنج، فما تتوتر لو جاك شوية موضوع في الرايتنج تاسك 1 تتذكروا، مش بيجيكم موضوع أنتوا تتكلموا فيه. إذا جاك دف في دل الناس بتاعون الجنرال، إذا جاك موضوع لقيته similar ودار تختلق قصة تانية مختلفة عن اللي كتبتها في الرايتنج it's fine، ما نفس الزور حيصحح الورقة دي ودي. زي ما قلت لكم well structured sentences short pauses، إذا تكلمت جمل كويسة يعني it's well structured، الverb بتاعك صح، التنسز اللي بتستعملها صح، وكل حاجة تمام. لو سكتت شوية في النص 10 ثواني في الأول بعدين في 5 ثواني شلت نفس في النص it's fine، ما تتوتروا. اتذكروا يا جماعة الموضوع ده informal، دي ونسة، هي ما ونسة كمان الناس ما تأخذ ونسة شديد يعني، لكن it's okay to laugh. إذا قال لك حاجة وإنت ضحكتها it's completely fine، تاخدوها conversation كأنه أنت قاعد مع زول صاحبك أو معرفتك بتتونس معه. If you don't understand a word in the card move on to the next prompt. إحنا قلناها قبل part 2 يا جماعة ما بيشرح لكم معاني الكلمات. لو لقيت ده السؤال الجاني ولقيت هنا زي قبل شوية أظن شرحت لكم قبل شوية، لقيت كلمة أنا ما فهماها أمر أفوتها للبعدها لأنه هو ما حيشرح لي. ولا تسألوهم يا جماعة، دي كلها instructions لازم تكونوا أنتوا عارفينها لأنكم تدربتوا قبل ما تخشوا الامتحان. ما توريه أنه أنت ممكن تشرح لي كلمة دي هو يقول لك لا، بيعرف أن أنت ما عارف، أنت جاي بس يعني تقضي وقت معه وتمشي. طيب don't worry if you're slightly off topic. قبل شوية ذكرتها قلت لكم إذا أنت الزول بيتكلم وسرحت في الكلام شوية أسرح، لكن حافظ على اللغة، حتى لو سرحت في الفكرة، الفكرة it's fine، لكن بس حافظ على إنه الستركشر بتاعتك كويسة، الجرامر بتاعك كويس، استخدام الكلمات في مكانها الصحيح، استخدام الverbs التنسز كل حاجة تمام. حتى لو سرحت في فكرتك تكلمت شوية عن زول تاني فكرة تانية it's completely fine. أهم شيء يا جماعة do not remain silent، كله ورا السكوت، يعني إن شاء الله حتى لو تتكلم في موضوع شنو do not remain silent، أقطع قصة من راسك whatever it is do not remain silent. قلنا part 2 إذا تكلمت هو دقيقتين، إذا تكلمت دقيقة ونص ولقيت إنه أفكاري خلصت وأنا خلاص ما حقدر بعد ده، ما تقعد ساكت، قول له I finished، قول له I finished، ما تقعد ساكت لأنه الريكوردينج لسه بيكون شغال. يا جماعة وصلكم part 2، دي آخر نقطة كانت في part 2.
وريتكم example لـ part 2 حسي هنا sample IELTS test speaking topic 1 بيكون سؤال بيكون عليه guidelines وانت زي ما قلنا لكم بديكم قلم اكتب بسرعة جاوب في الدقيقة هما بديك دقيقة تجهز فيها جاوب على الحالات دي وما بس تجاوب عليها اذا عندك اي افكار اكتبها بالجنبه اكتبها يعني انت يعني دا تكتب عن صاحبك علي اللي بيلعب كويس وهو هيز تشامبيون عندك فكرة عندك اكزامبل الخميس الفات مشينا الحتة الفلانية اكتب الافكار كلها اون ذا سايد. طيب انور بيقول ما لقيت زول. طيب يا انور خلاص it's completely fine that's okay. كده احنا بنكون عملنا part 2 اذا في سؤال في part 2 ناخده هسه وبعدين نواصل part 3. لينا بتقول مرت علي جمل informal هل ممكن استخدمها في speaking ولا لازم الكلام يكون كله formal؟ لينا الكلام لازم كله يكون informal مش formal. formal ده زي ما في writing انا ما اعرف اذا انت شفتي writing الرايتنج انا شرحت لك انه يو هاف تو بي فورمال يو كانوت سي ام يعني يعني قول فور اكزامبل دي دونت في سبيكينج يو جاست سي دونت لو كانت في الرايتنج كان حاضطر اكتب دو نوت اف يو دو نوت اندرستاند لكن في سبيكينج اتس كومبليتلي انفورمال قلت لكم وانا سامع الاكزامينر تضحكي اف يو وانا اف هي سيد اف هي سيد سمثينج فاني اتس كومبليتلي فاين تو لاف اذا انت قلتي حاجه ذات انترستينج الصوت يعني صوتك شويه كان في الانترستد بارت تكلمت شويه اسرع وبعد شويه هديتي سرعه الكلام زيك زي انت بتتكلم مع زول يعني زول في زميلك في الشغل او صاحبتك او whatever it is. طيب ما شايف سؤال تاني ممكن نمشي للبارت الاخير واللي هو البارت 3 بارت 3 هو discussion عن بارت 2 part 3 محمد ود الفك از اسكينج ممكن نستخدم سلانج ود الفك صعبتها شويه يعني اوف كورس يو كانوت سبيك ان سلانج لانه ذاتس ان بروفيشنال يعني مش انفورمال انفورمال كان قصدي بيها ما تفهموا الموضوع غلط يا جماعه انفورمال انه بطريقه اتس ا تشات اتس ا كونفرسيشن اتس ان انفورمال كونفرسيشن لكن مش سلانج يعني زول يستعمل مصطلحات سلانج اي دونت نو اف يو نو وات سلانج مينز يعني سلانج هي بسموها بالعربي لغه الشوارع يعني الناس بيقولوها في يعني مصطلحات it's not nice now do not use slang في speaking test yeah with the fact I hope you get the point نجي نشوف part 3 part 3 هو discussion 4 ل 5 دقائق on the topic that you just spoke about في part 2 في part 3 ما حيتكلم ما حيديك موضوع تاني مختلف حيبدأ يناقشك في اللي انت قلته في part 2 عشان كده قلنا يا جماعة part 2 إذا انت قلت كلام حتى لو قاطع من راسك just make sure انه تتذكره يعني خدته في بالك انه لانه حيجي يسألك في part 3 فit's a discussion related to topic in part 2 it's more general and way in great and in a way greater in depth انا كتبت غلط it's more general and in greater depth يعني بسألك بيتعمق زيادة في الموضوع اللي انت تكلمت فيه الفكرة كلها بس انه داري اختبر انك كيف ممكن to justify the opinion والidea اللي انت اديتها لي في part 2 انا قبل شوية اديتكم مثال للناس اخشوا يا دوب انا قبل شوية اديتكم مثال انه حتى لو انا سألني عن موضوع انا ما كنت عارفه لكن اضطريت اواصل فيه عشان سألوا لي هنا تاني في part 2 انا كان قطعت قصة من راسي لكن واصلتها في الخيال بتاعي عشان اجاوب على السؤال ده تمام اهم شيء examples اول ما يديك حاجة لو حسيت نفسك ما قادر تشرحها كتير ادي example ودي example من حياتك عشان تقدر تتكلم فيه زيادة ادي example from your everyday life نجي نشوف هنا part 3 ممكن يكون شكله كيف شوفوا هنا زي ما احنا عارفين part 2 part 3 مربوطين بيجي سؤال كده take 1 minute to prepare a talk on the following subject يا جماعة تليفوني عمل انه it was paused انتو متابعين ولا الفيديو وقف no I think you guys are good I don't know يا جماعة are you guys okay with okay yeah it's fine طيب take 1 minute to prepare the talk on the following subject Take notes if you like and remember to include reasons and examples. زي ما قلت لكم examples. You should then speak for between 1 and 2 minutes. وقف ورجع. اوكي طيب.
اهو ده السؤال، ما مشيت بعيد. ده السؤال، كل الانستراكشنز دي تحطوها في بالكم دقيقه عشان تجهزوا. دخلوا reasons و examples و speak between 1 and 2 minutes. بعدين جانا السؤال كده describe a beautiful place to visit in your country. يا جماعة السؤال، الأسئلة بتكون بالبساطة دي، يعني الناس ما تصعب الموضوع، الأسئلة بتكون بالبساطة دي. ده سؤال من الأسئلة الجات في الامتحانات، يعني ده واحد من الأسئلة الجات في الامتحانات. ودانا ال guidelines، قال لنا where it is, how to go there, how to get there, what there is to do when you are there. فدانا الأسئلة دي، وبعد ذاك احنا ممكن، هو دان explain why you recommend this place. احنا ممكن ندخل سؤال سؤالين ثلاثة احنا يعني شايفين انه حتضيف للموضوع. يعني لو دخلنا example اقول مشيتوا 200 ومشيتوا مع منو وهكذا. تمام كده خلصنا part 2. بعدين نجي حنشوف part 3. شوف سألني شنو، why do you think people like to travel to different places in their free time. يعني جاب لي سؤال مربوط ب part 2، ليه الناس بتسافر to different places. ممكن بعد ذاك انا يعني اخذ conversation. ده ما فيه تجهيز، ما بديك وقت تجهز لبارت 3، ما زي بارت 2 بديك دقيقه. هنا انت لما تتكلم في دي خليك يعني شويه ركز في الموضوع عشان تقدر تجاوب على ديل. هنا سال سؤالين، why do you think people like to travel to different places in the free time وhow do you see tourism changing in your country in the future. يعني الموضوع ده ما فيه تجهيز، فانت طوالي تبدا تاخذ اكزامبلز في راسك، تحاول تتذكر لك حاجه سريع عن السياحه في بلدك، تحاول ان شاء الله تحكي اي حاجه، فيديو شفته قريب عن البجراويه والسياحه، احكوا قصه قطر احنا والقطريين وموزه جات السودان. لا it's a joke، يعني it's not for real. لكن ممكن تزوري يبدا يتكلم عن انه كيف السياحة في بلده is improving and stuff. Just get examples, give reasons and you're good. يعني إن شاء الله ما بتصعب لأزول. دي أسئلة تانية ممكن تجيك، why are historic buildings and monuments important to a city? Is it better to keep old buildings or build new modern ones? دي كلها أسئلة ممكن تجيك. نجي نشوف example تاني. يا جماعة ده آخر جزء من اللايف، ممكن الناس بعد ذاك تسألني الأسئلة كلها جاوب عليها مرة واحدة. Part 2 اداني السؤال take 1 minute، كل الانستركشن زي ما احنا عارفين. السؤال describe the person in your family who you most admire. You should say what their relationship is to you, what they have done in their life, what they do now. كتبت يعني هنا بسرعة النقاط عشان أتذكر. explain why you admire them so much. سؤال زي ده بسيط يا جماعة، زول ممكن يتكلم عن أبوه، عن أمه، أخوه، أخته، حبوبته، whatever it is, it's okay. ما جاء في بالك إنجازات أخوك، ما جاء في بالك إنجازات زول in your family، أقطع من راسك يا جماعة. أخوي بطل مصارعة، أخوي لاعب كورة، whatever it is, just write whatever it is, it's okay. حتى لو قطعتها من راسك ما حيمشي يتأكد هو هل المعلومة ده صح أو لا. زي ما قلنا ممكن أدخل أسئلة برأي أنا، إذا شايف إنه دي صعبة for example، ولا أقول دي صعبة، ممكن أنا أدخل برأي أسئلة عشان تملى بيها الوقت، لكن تكون أسئلة relevant، يعني زول ما يدخل أسئلة ما لها معنى. بعدين نجي نشوف في part 3 بسألنا عن حاجة in general بنفس الموضوع لكن بشكل عام. نشوف attitudes to family. In what way have families in your country changed in recent years؟ طوال يجي في بالي شنو؟ عدد أفراد العائلات يا رب تغير في العوائل، هل علاقات بين family members changed؟ أفكار زي دي بتجي في بالي. أنا حس أول مرة أقرأ السؤال لكن فهمته كيف الزول بسرعة يحاول يلقط أفكار. أقول إنه family members حسي are more connected over social media rather than visits and gatherings, family gatherings وكذا. People now mainly meet in weddings and occasions more than how it used to be back in the days. يعني فهمتوا قصدي؟ بس انتوا حاولوا اختلقوا حاجة سريع كده على استنوا تجاوب بها part 3. Should husbands and wives have different roles with the family? Why or why not? دي الزول ممكن يهزر فيها، ممكن انت تدخل لك دعابة هنا وهناك تكسر بها الجو يعني عشان ما يكون في توتر. Should husbands and wife، يعني ممكن زول يقول يعني إذا أنت زول متزوج تقول yes for sure أنا I work and my wife works at home ولا حاجة زي دي، وبتبدأ تحكي عن 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 your own experience. يعني وصلت الفكرة؟ أوكي الكتب لي وصلت، معناته أنتوا فهمتوا الفكرة، وإذا في حاجة ما تفهمت ممكن أشرحها تاني. لكن الموضوع ده بياخد 4 لـ5 دقايق وبعدين بيقول لك
your exam is over, thank you very much for making it, وخلاص that's it, you're done. وكده تكونوا خلصتوا speaking يا جماعة, تمشوا celebrate بعد المعاناة بتاعت الـ IELTS دي. لكن إن شاء الله ما تكون صعبة, يعني I hope إنه الأفكار دي والتيبس دي والطرق دي بتاعت التجهيز تسهل عليكم وتقدر تمتحنوا وما تكون ما تكون صعبة يعني. الكارد اللي بيتكتب في, لا يا إبراهيم, very good question, الكارد اللي بيتكتب فيه نقاط الإجابة في part 2 بيكون معانا في part 3؟ no, ما بيكون معك بعد part 2, بيشيلوا منك وبيبدأ يتكلم معك. الفكرة إنه بيقولوا لك في question في part 3 يا إبراهيم ما حيكون له أي علاقة ب part 2, هو له علاقة في الموضوع لكن ما له علاقة في الإجابات. فليخلي لك الورقة. شوف زي ده, in what ways have families in your country changed in recent years, وده السؤال بسألك about someone you admire in your family, someone you really look up to in your family, ما لهم علاقة. فما حيفرق معك أصلا إنه يشيل معك الورق منك الورقة ولا لا. أنا دخلت أسئلة ممكن أجاوب عليها أثناء حديثي إذا لقيت لها علاقة بسؤال ما أو بعد أخلص الأجل الأسئلة الموجودة. ما في ترتيب يا إيمي, إيمي ما في ترتيب للكلام. أنت ممكن تجاوب أسئلتك أنت أول وبعدين تمشي تجاوبي ديل وبعد, أو تجاوبي دا, وحتى ديل ما جاوبين بالترتيب ده, ممكن تجاوبي دا وبعدين دا وبعدين دا, يعني أول بعدين ثالث بعدين الثاني, it's completely fine. لكن إذا لاحظتي, إذا أنت قعدت شفتي past papers وشفتي امتحانات سابقة, هتلاقي إنه ترتيب الأسئلة هو الترتيب المنطقي عشان زول يجاوب. يعني أنا لو أحس سألوني عن زول فعلتي that I most admire, أول حاجة حقول هو علاقته بي شنو, أمي أبوي أخوي أختي, وبعد ذاك حقول هو عمل شنو, وبعدين أقول هو حس بيعمل شنو. دائما بيكون الترتيب ده منطقي, لكن ما معناته إنه لازم you stick to it. فهمتي؟ ف يعني it's your wish, لكن you might as well stick to it, لأنه ما شوفي في السؤال ده قال لكي describe a beautiful place to visit in your country, أول حاجة هتقوليها شنو, هي وين المنطقة دي, البجراوية for example, ولا حسي كان في فيديو طالع جديد حسي كان عن محمية الدندر for example. ممكن تكتبي أزول يكتب الحاجة هي ذاتها, هي where is it, وبعدين بتصليها كيف, بعدين what there is to do when you get there, ممكن تعمل شنو لما تصلي. بس فهمت الفكرة؟ طلال بسأل why the watch is forbidden while they're just testing our language skills. طلال ممنوع الساعة ما عشان حاجة, بس عشان يعني إذا أنت زول, أنت قصدك أظنك ما watch, قصدك stop watch, الساعة بتاع stop watch دي الزول ممكن يعني يعمل بها start و stop. أول شيء بتوتر الزول, تاني حاجة دور الexaminer شنو, طيب ما يعني كان ممكن يخط لك مسجل وبيخط لك ساعة وخلاص. دور الexaminer شنو, الexaminer هو المفروض يديك start وبعدين يديك stop عشان تسجيل يكون مرتب. لكن إذا أنت براك فتحتها وبعدين قعدت تقيس وبعدين تعمل off, ممكن يكون التسجيل ما مرتب تقال يعني, وممكن يكون في غلط, لا تم 30 ثانية, لا والله باقي لي 10 ثواني لا والله باقي لي 5 ثواني, ممكن تسبب يعني توتر في الجو. يعني انت احسن ليك ما يكون في ساعة, بالعكس انت تكلم لما انت تقول بس. اصلا انت لو كنت بتحتاج الساعة عشان تعرف توقف 200, لكن انت ما تخد في بالك انك حتوقف, خد في بالك انك تتكلم لحد ما هو يوقفك, don't worry about it. حتى لو وقفك في نص الجملة it's completely fine, ما بنقصك درجة على الجملة اللي وقفت فيها دي, الجملة الأخيرة دي بيفوتها لك وبيجيب في محل ما آخر شيء كان الجملة كاملة يعني. يلا الـ ID لما يقول لي وريني ليه, وريني sentence نستخدمها غير sure, أوكي سارة no, لما يقول لي can you please show me your ID, أقول له أوكي I'll just give it to him, ما في جملة تقوليها له, أو ممكن تقول له sure ولا أوكي, يعني ما في جواب ثالث يعني. يعني دي اصلا هي it's not a part انه يعني حيمتحنك عليه, الامتحان بيبدا بعد ما يبدا الانترودكشن, فهمتي؟ ده ما له دعوه. انا لما انزل البوست بعد شويه حنزل فيه انه المصطلحات اللي استعملها في الانترودكشن, مصطلحات استعملها عشان تسال سؤال وحالات زي دي. لكن يعني اظن الناس لو خشت انه وصلت لمرحله انها حتمشي تمتحن ما حيكون صعبة قال يعني, ان شاء الله. اتوقع انه اسهل لهم من انه يمنع السمارت واتش والواتش العاديه برضو.
أروى سمارت واتش أصلا ما حتعمل لك شنو يعني، unless you wanna call someone في نص الامتحان وتقعد تسمع من الساعة إنه هو بيقول لك شنو. ما فرقت الأكسنت في بريطانيا ونطق حرف R كيف نتدرب عليها، ولو في مواقع ممتازة يا ريت تنزل لنا روابط. نجلاء الأكسنت البريطاني تتدرب عليه وللسننج قصدك، في السبيكينج يا جماعة ما في حاجة اسمها أكسنت كويس وأكسنت ما كويس. أنت لو ولا أنت صيني الأكسنت بتاعك صيني، ولا أنت هندي الأكسنت هندي، أو إحنا السودانيين عندنا أكسنت برضه برانا، أو أنت مصري وبتتكلم الأكسنت المصري، it's fine. أهم شيء إنك you pronounce the words clearly، أنت تقول الكلمة دي هي يعني تقولها بالواضح. يعني في ناس بيقرصوا الكلام كده ويطلعوه كده بالصعوبة إنك تفهم كلامهم، ديل بينقص درجاتهم. لكن أنت if you're speaking in American accent ولا Australian accent ولا Canadian، يا جماعة خدتوا في بالكم إنه الامتحانات دي في النهاية للغير ناطقين بها، يعني ما ناطقين إنجليزي ما حيمتحنوا أمريكي عليها، ما حيمتحنوا بريطاني عليها. فانتوا يعني ما تتوتروا انه انتوا الاكسنت بتاعتكم كيف. Do not worry about your accent يا منو يا نجلاء. عندي انا ما عندي روابط، لكن عندي فيديوز في يوتيوب. اظن مودة اذا I don't know she's a member في الجروب ده، عايشة في بريطانيا ما شاء الله، and she speaks a very good British accent. فممكن انا اطلب منها اليوتيوب لينكس اللي هي تعلمت منها، اذا انت بس دارت تتعلمي for your own sake يعني. سارة وصلتك؟ اوكي هي شنو؟ I'm not sure انت قصدك اوكي شنو، لكن سارة هي وين؟ سألتنا عن شنو؟ ايوه عن ال ID. سارة ما don't worry about this، هو بيبدأ يختبرك بعد ال introduction ما يبدأ، يعني أول ما يبدأ ال introduction يقول لك introduce yourself، هنا بيبدأ الاختبار. لكن ال ID بتاعتك وتديها له، do not worry about it. Don't worry about it at all. وصلت لك؟ اوكي جود. اروى ما اعرف اجيب لك حاجه. اروى جزاك الله خير، منتظرين المنشور الاخير وجعل ان شاء الله. امين يا رب. احنا كده خلصنا السبيكينج وخلصنا السلسله بتاعت الايلتس كلها، اللايفز كلها يا جماعه موجوده في الصفحه. الناس بتقول لي ما تمسحيها، انا ما همسحها لانه هي اصلا اخذت مجهود كبير عشان نعملها، فان شاء الله يعني تكون قاعده دائما الناس دائما you can refer to لما تبجوا تتجهزوا الامتحان. ممكن برضو الناس تشوفهم في اليوتيوب، احنا عملنا روابط. محمد حسن وهشام موسى مشكورين جدا، عدلوا الزاوية عشان في ناس اشتكوا من الزاوية دي، عملوها لهم كده وخدتوها في اليوتيوب، فممكن برضو تفتحوها من هناك اذا صعب التفتيش في الفيسبوك. آمين يا رب يا جماعة. شكرا كثير على الدعوات. والناس اللي بتقول practice هو أهم حاجة، يعني يا جماعة practice بدونه اللايفز دي كلها ما لها معنى إذا زول ما تدرب براه. آمين يا رب. أبو عبيدة بيقول PDF يا تويا أبو عبيدة، what do you want يعني يا تويا PDF؟ العفو يا أروى، it's not that hard. الناس ما تخد في بالها إنه صعب، انتو be confident وخش الامتحان وانتو خاتين في بالكم انه you're gonna be okay. اهم شيء target the score انتو دايرين، شوفوا انتو اهم من ده كله يا جماعة الناس تطور لغتها، حتى لو ما حتمتحنوا IELTS اللغة مهمة جدا. يعني احنا 2017 خاشين على 2018، it's very important انه الزول يكون عنده اكتر من لغة، اكتر من العربي. العفو يا علي. كنت دا اسألكم سؤال قبل ما الناس تطلع من الايلز، تطلع من اللايف معلش. إذا الناس حابة ممكن نعمل practice بتاع writing. ممكن الناس أدي موضوع في الجروب، الناس تكتب task 1 150 كلمة وترسلها وين؟ تعملها في الكومنت تحت الموضوع نفسه. كوزول يكتب 150 كلمة دي ما كثيرة يا جماعة، صدقوني إنه الصفحة هي ولا ربع صفحة، فممكن الناس تكتبها وتخطها في الكومنت وإحنا نصحح لبعض، يعني سارة صحح لأروى وأروى صحح لعلي وهكذا. فدي أظن حتساعد الناس كتير، كل زول يتعلم من أغلاط التانيين، وبرضو زول يعني إذا طريقة التصحيح عشان تعرف طريقة التصحيح تكون كيف. فأنا لما أجي أصلح لأروى أوريها طريقة التصحيح، هتكون كده حينقصوا لك عن كده وحيزيدوك في كده. فإذا الناس متشجعة معانا، لأنه there is no point نعمل إحنا شخص وشخصين بس، إذا الناس متشجعة يكون كويس.
على الموضوع ده كان أصلا هو بعد اللايف الأخير. كانت الفكرة إنه نعمله بعد اللايف ده ما ينتهي. ف if you guys are good أنا ممكن أجهز موضوعين ثلاثة ونشوف بعد ذاك طريقة التصحيح بتكون كيف، ونعمل practice. وارجع واقول ده ما بيغنيكم يا جماعه عن البراكتس، التدريب براكم في البيت، ولا بيغنيكم على تطوير اللغه، ما بيغنيهم على اي شيء، ده بس اكسترا حاجه زياده. فكره حلوه. اوكي طيب يا جماعه that's good. خلاص انا اهم شيء يا جماعه التفاعل اللي بيكون حسي ده، بعدين نشوفه في البوست، لانه بشوف في 10,000 وحاجه ممبر، لكن التفاعل بيكون بسيط. اتس اوكي انا لو 18 ناس، انا بلاحظ كل يوم بتخشوا 18 18 شخص هم اللي بيخشوا كل يوم. إذا 18 شخص ديل هم اللي امتحنوا وجابوا درجة كويسة، احنا بنكون ادينا غرضنا من الموضوع ده. ادينا فكرة لو ممكن عن انه كيف نعرف انه احنا جاهزين للامتحان، عشان الزول ما يتحمس ويدخل الامتحان الا لما يكون جاهز. لينا انت تعرفي نفسك كيف جاهزة للامتحان؟ يعني في مواقع كثيرة فيها امتحان كامل، فيها writing, reading, speaking و listening بتاع ناس امتحنوا وخلاص امتحانات سابقة يعني. فانت ممكن تنزلي امتحان كامل و time yourself، اقعدي جيبي ساعة شوفي الوقت في ال listening، كم كان في ال listening، هو نص ساعة زائد 10 دقائق، time yourself exactly، وفيها اجوبة، يعني المواقع فيها الامتحان بلس الاجوبة. امشي امتحني نفسك بنفس التوقيت يا جماعة، في بيئة تكون شوية فيها ناس تانيين، يعني ما تمشي الزول ما يمتحن براو في حتة هادية ويكون مركز شديد وكذا، لأنه في قاعة الامتحان بيكون في كركبة، بيكون في زول تاني منهار وقاعد جايط في حطته وما عارف يعمل شنو، ففي حالات بتوتر في الامتحان، فالناس تخد نفسها في جو نفس بتاع الامتحان وامتحني. إذا لقيت إن الأجوبة اللي أنت جاوبتيها دي امتحني مرة ومرتين وثلاثة براكي، وtest your time. Time management is extremely important في الآيلتس يا جماعة. بدون الوقت، بدون ما انتم تضبطوا وقتكم صح، ممكن يكون عارفين كل الاجوبه لكن الوقت انتهى، وخساره يعني. دي اكتر حاجه بتزعل الزول، يكون الوقت انتهى، انت بس كان مشكلتك الوحيده الوقت. فميك شور يور تايم از جود، امتحني شوف الاجوبه اذا صحيحه، قارنيها بالاجوبه الموجوده اونلاين. ممكن اديك روابط، يا اظن كان لينا سالت، ممكن اديك روابط، وبعد ذاك انت امتحني يعني بيز زونات، وشوفي ان شاء الله تكوني يور جود انف to take the exam. علي بسأل هل في إمكانية لقدام تكون في محاضرات تانية؟ يا علي محاضرات عن شنو؟ لأنه أنا بحس إنه لما لخصت الأمور دي كلها في السلايدز، أظن جات 100 وحاجة سلايد وشرحناهم في كل اللايف. إذا في موضوع تاني دارين نناقشه أوكي، لكن إذا إعادة يعني أظن أحسن الناس تحضر اللايفز الأوريدي موجودة ولا شنو؟ إذا في موضوع تاني الناس دارين نناقشه، ما مشكلة بنناقشه. التوبيك شنو يا سارة؟ التوبيك بتاع شنو؟ العفو يا جماعة، الناس اللي بتشكر you're most welcome. يعني سارة بس وريني التوبيك بتاع شنو. لينا هل ممكن الامتحانات تخدعني في سهولتها؟ يعني يا لينا لو انت امتحانك بعد شهرين وكل يوم امتحنتي امتحان، كل يوم انت الامتحان كله على بعضه بيجي 3 ساعات او حاجة زي ساعتين ونص حاجة زي دي، إذا قولي يوم أيوه ويوم لا، أو في الأسبوع امتحنت لك ورقتين ثلاثة، وفي الأسبوعين وتخلصت بتاعت 15 أو 10 امتحانات وكلهم طلعوا لك سهلين، يعني تكون ما أظن بالحظ. يعني أنت ما تمتحني واحد ولا اثنين وتلاقيه سهل، امتحني more and more and more لحد ما تلقي لك واحد صعب. إذا كلهم بيقول لك سهلين معناته أنت خلاص أنت جاهزة، أهم شيء تأكدي من أجوبتك ما بس تمتحني. الروابط اللي بيكتبوا لي الروابط، ادوني دارين روابط شنو بالضبط؟ دارين روابط اللي كتبناها في السلايدز الليله، ولا قصدك الروابط يا تيا ايمي، ولا كلها بشكل عام؟ يا ساره ايوه الموضوع حديكم فيه توبيك، انا والله يعني ما حدي لكم من راسي، حشوف من امتحانات سابقه واطلع لكم توبكس كويسه كده، واحده ضعيفه، واحده ايزي يعني، واحده انترميديت، واحده للناس اللي دارين يجيبوا 9، دارين يجيبوا 8. ممكن اديكم 3 مواضيع والزول يختار، او ممكن اديكم موضوع واحد وبعدين نحله كلنا وبعدين نشوف اللي بعده ونشوف اللي بعده كده. ان شاء الله يا جماعه خلاص اظن جاوبنا على كل الاسئله وشرحنا كل النقاط،
ونكون كده خلصنا سلسلة الآيلتس الحمد لله، انتهينا من الشرح. بعد ذاك ممكن نعمل براكتس كلنا، فبنتلاقى إن شاء الله في يا إما لايف تاني فيه شرح بموضوع تاني أو في البوست إن شاء الله. خلوا لي الأسئلة في الكومنتس. تمام، يلا يا جماعة، العفو يا جماعة، ما قصرتوا، في أمان الله.